الرغم من أن خطوة يوم أمس التي أقرتها المحكمة الاتحادية يعتبرها البعض هي العودة إلى المربع الأول، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرى أن ما حصل يوم أمس هو انتصار له وللتحالف الثلاثي أيضا بشكل عام، بخصوص تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني لغاية هذه اللحظة بمرشحه روبر أحمد. سألتني إذا كان البارتي واثق من تمرير ريبر أحمد لغاية هذه اللحظة. هناك ثقة كبيرة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف الثلاثي بشكل عام بتمرير ريبر أحمد إلى رئاسة الجمهورية وتمسكها أيضا لغاية هذه اللحظة كمرشح وحيد، لكن ذكرتها يوم أمس وأكررها اليوم أيضا، هناك أنباء ليست معلنة إلى وسائل الأعلام، لكن هي أنباء وصلت بطريقة ما أنه الاتحاد أو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيقوم بترشيح مرشحين آخرين ينتمون لذات الحزب لكسب ولنيل الحظوظ بشكل أكبر، أي إذا لم يكن ريبر أحمد رئيسا للجمهورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني ربما يكون شخص آخر أيضا منتمي للحزب، لكن لغاية هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أسماء أو عن الشخصيات التي سيتم ترشيحها لغاية الآن، لكن بشكل عام التمسك بريبر أحمد لا زال قائما لغاية هذه اللحظة.